بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ابتهاج ضيع محروس من اليمن، جيت نعالج من الركبة المفصل، بقولي المفصل جزئي من الدكتور كابور، والحمد لله نجحت العملية بنجاح. الحمد لله مفصل جزئي كانت العملية ناجحة الحمد لله. والله كله ما شاء الله ممتاز، عمال كله ممتازة، خدمات ممتازة. قال عادي، قال يمكن 5 أيام كل يوم نقوم ما نوقف عليها الرجل كده، نوقف على الأصابع. كنت كده بعد حين طرحتها الحمد لله.